ننتقل إلى الورقة الثانية للدكتور علاء كريم المعنونة بفاعلية السرد القصصي في البناء الدرامي للنص المسرحي. علاء كريم فرحان البهادلي، الاسم الفني علاء كريم، تولد 1969، التحصيل الدراسي بكالوريوس كلية الفنون الجميلة عام 1900 جامعة بغداد قسم الفنون المسرحية، ماجستير جامعة إيلز 2011، دكتوراه جامعة إيلز 2016. المشاركات: عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، عضو نقابة الفنانين العراقيين، عضو اتحاد المسرحيين العراقيين، رئيس بيت المسرح في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، رئيس المشغل المسرحي في بغداد مدينة الإبداع الأدبي بيت الحكمة. الإصدارات: كتاب الاتجاهات المسرحية متعة المشاهد وحتمية التجديد آراء وتساؤلات 2019، كتاب أيقونات معرفية في المسرح المعاصر منشورات اتحاد الأدباء 2024. الشهادات التقديرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأساتذة على هذا التقديم، والشكر موصول للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق المركز العام، وأيضا اتحاد الأدباء والكتاب في النجف الأشرف، وأيضا للأستاذ محمود جاسم النعيبي على الدعوة الكريمة وكرم الضيافة. حقيقة هناك العديد من يؤكد على وجود إشكالية وجدل في فاعلية السرد القصصي في البناء الدرامي، لكن في المقابل هناك فاعلية في هذا البناء الدرامي اتجاه السرد القصصي، وهذا ما سأتناوله في بحثي الموسوم فاعلية السرد القصصي في البناء الدرامي للنص المسرحي، كون أن النص المسرحي هو قصة مكتوبة وتعرض على خشبة المسرح وتشمل الأحداث والشخصيات والحوار واللغة، وأيضا ما عندما يقدم العرض هناك أداء مسرحي من الممثل يبين الرؤية الكاملة لهذا النص المسرحي الذي يخضع لمعالجات إخراجية نهائية ورؤى من قبل المخرج تجرد النص من المفردات النصية وتحوله إلى صورة مرئية محسوسة. أنا سأحاول أنه أقرأ بعض الإضاءات من البحث، كون أن البحث يخضع إلى منهجية وعلينا أن نكثف هذه المنهجية وفق قراءة محددة حتى يتسنى للمستمعين والحضور أنه يفهموا مخرجات البحث الذي قدمناه. يكون الاهتمام بهذا الجانب على مستوى الوعي من عصر إلى آخر، إذ اعتمد السرد في العصور القديمة على محاكاة الحدث على نحو قريب من الواقع، وعليه تستدعي عملية السرد وجود أحداث متسلسلة وشخوص متعددة يقع عليها عبء القيام بهذه الأحداث داخل إطار محدد يتمثل في المكان ثم التقسيم الزمني للأحداث. ولغة السارد الحكاية، أي من يرويها أو يحكي عنها عبر زاوية أو زوايا نظر متعددة لآخر مستفيد هو متلقي الحكاية أو المسرود له، والذي يذهب صوب عناصر الدراما التي نسجت منها اللغة القصصية رغم أوجه الاختلاف بينهما، إذ أن الدراما تتسع في مساحة خشبة المسرح، بينما النص الأدبي السردي وحتى الشعري يمتلك أسلوب مغاير، وذلك عن طريق تنوع الزوايا التي تظهر فيها المادة داخل فضاء العرض وبإشارات وعلامات تغني المشهد السردي الدرامي. في هذا البحث تحدثت عن تنوع الأساليب السردية وفعاليتها في المتواليات والتجارب السردية، وما لهذه التجارب من رؤى جديدة في عملية سرد الأحداث والدخول للمتن الحكائي السردي ومنه القصة إلى مساحة التجريب، والذي جعل من النص الدرامي يسير بعدة مستويات متباينة في حركة الأحداث الدرامية، وجعل هذا التداخل والتراكب في السرد بأن يمتلك مجموعة من الخيارات المتعددة التي تدخل في تشكيل بنيته الصورية، بدءا من تشكيل المقدمة المنطقية وظهور الفاعل لتصل إلى حالة الصراع والتصادم وخلق التوتر والتشويق، وهذه الفعالية تعتمد على تعدد القراءة للنص القصص الدرامي وتشكيل الأحداث
مما يستلزم هنا بناء رؤية ومعالجة ووضع الحلول الإخراجية وخلق عالم افتراضي. كما اعتمدت الإشكالية في هذا البحث على ما تقدمه الرؤى الدرامية عبر النصوص القصصية التي تحتوي على أحداث متداخلة، بحيث يكون النص في السرد القصصي جامع لكل المفاهيم والأسس الذي تنطلق من خلالها الأفعال الدرامية في النص المسرحي. لذلك أن عملية استنطاق النص السردي ومعرفة حيثياته والتفاصيل داخلة في تركيبه وتحليله وتأويله من قبل صانع العمل الفني عبر استحضار ما يملكه من أرث حضاري وثقافي. لذا حددت مشكلة البحث بالتساؤل الآتي: ما هي الآليات التي يمكن بساطتها تجسيد السرد القصصي درامياً في بنية النص المسرحي؟ وتكمن أهمية البحث عبر تناول المفاهيم والأسس التي يمكن من خلالها التعريف بأهمية السرد القصصي كمرتكز أساسي في البناء الدرامي للنص المسرحي. ويأتي هدف الدراسة عبر الكشف عن فاعلية السرد القصصي في البناء الدرامي للنص المسرحي. تناولت هذه فاعلية السرد القصصي في البناء الدرامي للنص المسرحي كقراءة يحتاجها القارئ في النصوص القصصية، وقراءة متأنية يتسنى للقارئ مراجعة الأفكار من خلالها. ومن ثم قد تشكل كل هذه الآراء مجموعة العناصر الدرامية، ويبين هنا أسلوب الكاتب وممكنات رؤيته داخل متن القصة وما تظهر من ملامح وأضاءات تثير فاعلية البناء الدرامي في النصوص المسرحية، والتي يحاول السارد بواسطتها الاستفادة من فضاءات الدراما رغم أوجه الاختلاف بينهما، حيث أن الدراما تتسع في مساعة خشبة المسرح، بينما النص الأدبي السردي وحتى الشعري يمتلك أسلوب مغاير، وذلك عن طريق تنوع الزوايا التي تظهر فيها المادة. حقيقة ومن هذه القصص ومن هذه القصص السردية ما تناوله القاص بيات مرعي، والتي تناولت مقاربات بعيدة عن تتبع وتداخل الأفعال المتشابكة والمعقدة، لكنها تضمنت تداخلات في بنية النص السردي القصصي المسرحي، فقد استأثرت هذه المقاربة في مجموعة ما أتلفته الرفوف عبر ملحمية الموقف الجمعي أزاء العالم ودرامية الموقف التجادلي الذي أصبح ضرورة إبداعية تعمل على مغايرة الاشتراطات الفنية في أي جنس أو نوع من الأجناس الأدبية أو الأنواع القابلة للتحول. وأيضا أخذت أنا عينة في هذا البحث، والعينة كانت يعني بجانب تطبيقي اشتغلت أنا على هاي العينة، وهي للكاتب والقاص سالم واخذت هذه العينة من مجتمع البحث من المجموعة القصصية السيمفونية المكورة تأليف القاص سالم بخشين من الدلاوي، وكان النص المختار خطبة الأميرة نازدار. تتحدث حكاية القصة وباختزال عن أميرة بغدادية متميزة بالجمال، كانت تدير شؤون الحكم لما تمتلكه من دراية ووعي، مستلهمة العزم من الملكة شهرزاد في سالف العصر والزمان، إذ أرسلت في طلب وصيفتها وأومئت للحاجب بالقدوم، قالت له: هل أعلنتم بما أمرتكم بشأن خطبة وصديقتي؟ قال: نعم، وقد تقدم بعض الخطاب عليها واستجوبتهم، لأنهم لا يعرف كوام الرجال إلا باستنطاقهم. وكانت هذه العينة تبين من خلالها أوجه التشابه والاختلاف العديدة ما بين القصة والمسرحية في الجوانب الفنية وحكاية القصة الممسرحة، وذلك لأن المسرحية تتقارب بجوانب كثيرة من القصة، فالقصة الممثلة أو الممسرحة تتضمن عناوين مغايرة مثل الشخصية والحادثة والفكرة، وهناك جوانب فنية تختلف فيها المسرحية عن القصة، وخاصة من ناحية البناء الفني والصياغة التعبيرية وأيضا الحوار. كانت هناك مخرجات لهذا البحث تناولت من خلالها
أن يكون السرد القصصي والنص المسرحي جامعان لكل المفاهيم والأسس التي تنطلق بساطتها الأفعال الدرامية في النص المسرحي كما في عينة البحث، تستلزم قراءة النص القصصي الدرامي بناء رؤية ومعالجة ووضع الحلول لخلق عالم افتراضي يدور في أمكنة غرائبية درامية ويستنطق النص السردي بما تلام مع البناء الدرامي المسرحي حيثيات التفاصيل الداخلية في التركيب. والأستنتج من ذلك بأن معدلات تأثير تعتمد على متقدمه الرؤى الدرامية عبر النصوص القصصية والتي تحتوي على أحداث متداخلة وجامعة لكل مفاهيم، كما يمكن للمتلقي متابعة حكاية سرد الأحداث وفق ما يحدده له صانع العمل الفني، وأيضا تعتمد الرؤية النصية للسرد القصصي على مجموعة المعاني المشفرة والتي يمكن تحويلها إلى دراما مرئية تبين علاقة القصة بالمسرحية. شكرا لحسن إصغائكم وشكرا للجنة. شكرا جزيلا.